الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور محمود يوسف، استاذ ورئيس قسم القلب في كليه الطب المنصوره. يسعدني ان انا اتكلم على الاستروك بريفنشن ان بيشنت وذ اتريال فيبريليشن ان فيو مينتس. كلنا عارفين طبعا ان الاي اف هو التيربل انمي اوف ذا برين، ده رعبنا كله من الاستروك. الاستروك احنا عارفين ان ثلثينها اسكيميك وثلثها هيموراجيك، فيهمنا الاسكيميك استروك اللي هي ثلثينها في حالات الاي اف كود بي بريفنتد. لو عرفنا ان النيو اس اي افري 2 سكند او 3 سكند 1 بيشنت داي فروم ستروك، نعرف اهميه البرزنتيشن دي. عشان كده لما تيجي تقرا في اي مكان عن الجول اوف انتي اويجلان هتلاقي تو بروتكت البرين ان بيشنت وذ اف اجينست ستروك وذ مينيمال اور نو انتراكرينيال بليدنج. ده المين. الاولد انتي اويجلان بتاعتنا اللي هي الفيتامين كي انتاجونست عليها كلام كتير، الفريكوينت اي ان ار، الفاريبل دوز ريسبونس، الدراج دراج انتر اكشن، الانترفيرنس عن طريق الاكل والدايت. علشان كده من حسن الحظ ان طلعت المجموعه الجديده اللي هي النواكس او الدواكس، اللي هي مش محتاجه فريكوينت مونيتورنج، مفيش داعي نعمل اي ان ار، مش محتاجه دوز ادجستمنت، مفيش تقريبا دراج دراج انتر اكشن، مفيش دايت انتر اكشن. فاعتقد ان من حسن حظنا ان الدواكس دي موجود. الايترال فيبريليشن طبعا هو موضوعنا النهارده بكافه انواع بروكزيسمال وبرزيستنت وبيرمننت ولونج ستاندنج، انما احنا قصتنا انه ثلثين حالات الاستروك في الاي اف كود بي بريفنتد، وانه الكلام سهل عن طريق الدواكس لان في محاذير كتير على الاولد انتي كوجلانت. اساسي في كلامنا او بدايه كلامنا ان انا اعرف الشاد فاسك والهاسبلد، هم دول المعيار بتاعي. الشاد فاسك هو سي اتش اي جنب الاي هتلاقي 2، وبعدين دي اس هتلاقي الاس جنبها 2، وبعدين فاسك. ليه 2؟ هنقول لانه السي الاولانيه ده الكونجستيف هارت فيلير بياخد 1 بوينت، وبعدين الاتش هايبرتنشن الايج اكتر من 75 ده بياخد 2، عشان كده الايه جنبها 2. وبعدين الدايبيتس بياخد 1، الاستروك الاسكيميك ستروك بياخد 2، وبعدين الفاسكولار والايج والفيميل الايج بقى من 65 ل 74 كل دول بياخد 1 بوينت، ما عدا الايج اللي اكتر من 75 بياخد 2، والبريفيوس اسكيميك ستروك بياخد 2. ده الشات فاسك اللي هنتكلم عليه. يقابله انك لازم تو اسس البليدنج ريسك بالهاس بليد سكور. الهاس الاتش هايبرتنشن، الاي ابنورمال ليفر اورينال فانكشن، الاس ستروك، بس خد بالك هنا الهيموراجيك ستروك، وبعدين البي البليدنج، ال لابايل اي ان ار، الالدرلي اكتر من 65، ودراج زي النون ستيرويد. كل دول بياخدوا 1 بوينت وبتحسب السكور. فيبقى بدايه الكلام ان انا عندي الشاد فاسك عشان تشوف الريسك اوف ستروك، يقابله الهاس بليد عشان تشوف الريسك اوف بليدنج. نخلينا فاكرين كده. هنبدا الالجوريزم بتاعنا. لو العين عنده ميكانيكال فالف او عنده مودريت تو سيفير ميتريال ستينوزس، ده مش تبعنا، ده ياخد فيتامين كي انتاجونست. طيب مفيش ميكانيكال فالف ومفيش مودريت او سيفير ميتريال ستينوزس، يبقى نحسب الشاد فاسك اللي احنا قلناها. لو زيرو يبقى العين مش محتاج لا انتي بليتيت ولا انتي كواجلان. لو 1 ياخد دواكس او الانتي كواجلان. لو 2 ياخد الدواكس او الفيتامين كي، وممكن يحتاج سيرجيكال انترفينشن مع الليفت اتريال ابندج. زيرو ما ياخدش حاجه، واحد ياخد الدواكس، اثنين ممكن ياخد الفيتامين كي او الدواكس او يبقى في انترفيرنس، بس الاول لازم توكسكلود الميكانيكال ومودريت سيفير ميتريال ستينوزس. طيب لو العيان عنده كيدني ديزيز يبقى الايبكسيبان احسن حاجه، يليه الريفروكسيبان. لو العيان عنده رينال ديزيز يبقى الايبكسيبان افضل، يليه الريفروكسيبان. لو العيان ليفر ديزيز سهله، لو تشايلد اي كل الدواكس تتاخد، لو تشايلد سي كلهم ما يتاخدوش، لو تشايلد بي الريفروكسيبان ما يتاخدش. دي سهله جدا. يبقى قلنا الرينال وقلنا الهيباتيك. واتش نواك فور واتش بيشنت دي مهمه جدا، خليك فاكر الشاد فاسك بيقول الريسك اوف ستروك، والهاس بليد بيقول الريسك اوف بليدنج. عيان عنده هاي ريسك اوف ستروك وليس ريسك اوف بليدنج يبقى ده بيجاترين. لو هاي ريسك اوف ستروك وهاي ريسك اوف بليدنج يبقى ايبكسيبان. لو عيان عنده رينال امبيرمنت يبقى ايبكسيبان. لو عيان بيفضل ياخد وانس يبقى ريفروكسيبان. يبقى نلاحظ ان الايبكسيبان متفوق في انه لو العيان عنده ريسك اوف بليدنج ولو العيان عنده رينال افكشن، ويزاد عليهم انه بيقلل الريسك اوف ستروك في عينين الهايبرتنسيف وات ايفر ذا بلاد بريشر كنترول. لو حصل بليدنج مع الدواكس جاست ستوب، بيقف البليدنج لو مايلد. لو مودريت بنحتاج نعمل كونزرفاتيف ميجر كومبريشن وفريش بروزن بلازما وكده، انما لو سيفير يبقى نحتاج تو ريفرس. خليك فاكر ان ده بيجاترين ريموفد واي هيمو دياليسيز، ممكن نخلص منه. وبعدين ستوب الدراج واعمل نيوتراليزيشن. عندنا اول حاجه البروسترومبين كومبلكس كونسنتريت كبدايه، وبعدين الادروسوزي ماب ده اجينس الدابيجاترين، وبعدين الاندكسينيت الفا ده موديفايد فاكتور 10، عشان كده بيشتغل على كل الدواكس ما عدا الدابيجاترين.
واخر حاجه الاري بيزاين ده اجينست كل حاجه، فيبقى ده ممكن يبقى تو ريفرسال بليدنج. اخيرا ما تنساش انه الاستروك كود بي بريفنتد في ثلثين حالات الاي اف. ما تنساش انه مجموعه الدواكس لها مميزات كتيره عن الاولد وارفارين، ومن المجموعه دي يختص الابيكسبان بانه في الرينال بيشنت في العيان اللي فيه هاي ريسك اوف بليدنج انه ما بتاخدش مع الفود، وانه كات ذا ريسك اوف ستروك وات ايفر ذا بلاد بريشر كنترول. واخيرا ثانك يو.